صباح الخير، الساعة 10:03. بدنا نعتذر من كل المشاهدين يلي كانوا ناطرين عالم الصباح ونبلش سوا على الموعد. أكيد النقل المباشر اللي كان قبلنا هو السبب، وبالتالي نحن نرجع نلتقى فيكم ابتداء من هلأ. وبما أنه اليوم نهار الجمعة رح نرجع ننتقل نحن وياكم حتى نكون بعالم الصباح لغاية الساعة 12:30 تقريبا بشكل كتير 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 سريع. رح بيكون في عنا إذن عدد من الفقرات والضيوف بطلعتها الشيف شادي يلي دايما عنده 3 دقائق سريعين او 5 دقائق سريعين، ما بعرف اليوم اذا رح يكون عنده نص ساعه كثير سريعه. صباح الخير. صباح الخير غاده، صباح الخير علاء، كيفكم اليوم؟ صباح الخير لالا، منورين حتى لو متاخرين، فبصبحكم بالخير ونهارنا رح يكون سريع مثل ما بلش كمان بسرعه. ايه اكيد بسرعه، نحن النقل المباشر بانتظاره بين دقيقه والدقيقه. طبعا التاخيرات او التغيير باي مواعيد عنا بعالم الصباح رح بتكون اذا رهن بهالموضوع هيدا مثل ما سبق وذكرت. اليوم الموضوع يلي حابين تشارك فيه عبر الفيسبوك، ما في سؤال. اليوم حطيت انتو شو حابين نحكي، اذا في اي موضوع معين حابين تطرحوه. طبعا اليوم يعني الاقتراحات هي لكم ونحن مستعدين انه نتلقى باي مجال يلي كان، ما عدا بالسياسه. بلا ما نحكي اليوم سياسه، خلينا بعد عن هالمواضيع هاي لاحقين نحكي فيها ابتداء من كم يوم بعد نهار الاحد، وبنشوف اذا رح يصير في عنا رئيس او لا. اذا شو هن الفقرات والضيوف يلي رح بيكونوا معنا اليوم منتابع سوا. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن، أخبار جديدة عن الموضة مع هادية بعالموضة. بخفيف نضيف كارلا بتتلقى اتصالاتكم وبتجاوب على أسئلتكم المتعلقة بالتغذية، وبخصوص الجمال جين بتعطيكم نصايح جمالية وخاصة للمراهقات. تفوق المرأة على الرجل بالعمل وتأثيره على العلاقة الزوجية مع مايا ببيت بيوت. ضيوفنا من جمعية أحلى فوضى بيعرفونا على أجدد نشاطاتهم، ورشة ملح مع شيف شادي على القريدة مع الرز المقلي، الدجاج مع الكاجو من المطبخ الصيني. فورا لعند كارمن، ابراج والحظوظ كلها لليوم، خلينا نتابعها سوا. صباحكم الخير. اليوم الجمعة 23 ايار مايو، يوم القمر مرافقنا من برج مائي برج الحوت، والاجواء جيدة للابراج المائية موالية برج الحوت العقرب والسرطان. كيف رح بيكون هالنهار على كل الابراج؟ بنبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، نهار بطيء، نهار معقول يحمل تراجع، يمكن يكون في خسارة، بدك تنتبه على اغراضك ما يضيعوا، وبدك تنتبه ايضا على امتحاناتك، بدك ترجع تعيد الوراق قبل ما تسلمها. بيبقى المولود يلي لازم ينتبه اكثر من غيره 4 5 و 6 نيسان ابريل. ننتقل لبرج الثور. نهار بيسلي لمولود برج الثور، مش بس بيسلي، هنالك دعم، هنالك تأييد، هنالك صداقات، وهنالك معارف جديدة رح بتساعدك اليوم، ورح بتحس حالك قد الدنيا. لذلك هيدا نهار إيجابي جدا للتحرك بأي صعيد أنت بتريده، وبعتبر المولود الأنشط هو مولود شهر نيسان أبريل. منكمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء الأجواء اليوم بتحسها أنها متطلبة، مهمة جدا، تسمح لك انك تبين، شمسك قوية، نجمك قوي اليوم، وبالتالي ضروري تكون جاهز، إذا منك جاهز احتمال انه نوعا ما تشوه سمعتك، لذلك حضر حالك من أول النهار، وبعتبر المولود يلي ما بيهدى هو مولود شهر أيار مايو. ننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان هيدا نهار شوي بيشبه امبارح، بمعنى انه في دعم لك، في تقدم، في تفاؤل، وفي مجال انك توصل بعكس اليومين المقبلين، لذلك تحرك اليوم، قوي قلبك اليوم، كون جريء اليوم، طلب المساعده اليوم، واذا في موعد بهالثلاث ايام حاول انك تاخده اليوم وتخلص منه. وبعتبر المولود اللي عنده حظوظ كثير مهمه ودسمه جدا هو 11 12 و13 تموز يوليو. بنكمل مع برج الاسد. مولود برج الاسد ما تستحي، اطلب راي اختصاصي، راي صديق، راي شخص عنده خبره بموضوع انت عم بتعاني منه حاليا، هالموضوع فيكون اداري، فيكون ورقه معينه، معامله معينه، اطلب مساعده وما تبقى لحالك، ورح بتشوف انه فعلا في شخص رح يقدر يساعدك، والاكثر حظا 7 8 و9 اب اغسطس. بنكمل مع برج العذراء. من اكثر الايام تعبا،
حاول مولوبش العذراء ما تورط حالك وما تأزم الأمور، حاول تتفاهم مع الآخر بشكل شكل إيجابي شكل مرن، وما تخلق لحالك عدوات جديدة، تركها نهار يمرق بسلام من دون ما يصير في قطيعة. وبعتبر المولود الأكثر توترا هو مولود شهر آب أغسطس. ننتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان هيدا نهار يمكن يحمل لك سفر، يمكن يحمل لك تجربة جديدة، يمكن يحمل لك لقاء تتعلم منه مسألة معينة. الأجواء جيدة حتى ولو كانت متعبة شوي، معلش يمكن حتى تضطر تروح إلى مكان بعيد أو لمنطقة بعيدة فقط لحتى تخلص شغلك. وبعتبر المولود يلي ضروري ينتبه من المجازفة من السرعة ومن المخاطرة هو 2 3 و 4 أكتوبر تشرين الأول. ننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب نهارك جيد وحلو ومطمئن بعكس اليومين المقبلين. شهل اليوم ما تترك حالك لآخر تكي، الأجواء حلوة للمصالحات للرومانسيات وأيضا للعمل المهني. أما المولود الأكثر حظا فهو 11 12 و 13 نوفمبر تشرين الثاني. منكمل مع برج القوس. أكثر شيء معقول اليوم يصير فيه تشنج هو البيت العائلة ويمكن حتى المكتب اللي قاعد فيه مع أقرب الناس لألك. نهار معقول يحمل تراجع توتر ويمكن حتى طباعك منا هالقد سهلة، يصعب التفاهم معك اليوم، فتجنب الأزمات بشكل خاص إذا كنت من مواليد شهر ديسمبر. منكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي ما بتهدأ اليوم، عندك نشاط، عندك حركة، عندك قدرة جسدية مهمة بتلبيك وبتساعدك لحتى تتنقل من مكان لآخر لحتى تقضي كل نهارك عم تشتغل وما تتعب. وظف هالطاقة الحلوة اللي عندك إياها لأسباب إيجابية وبناءة. وبعتبر المولود الأنشط والأوفر حظا هو مولود كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو هيدا نهار حلو، بكرمك بيساعدك بيعطيك بيدعمك. هيدا نهار حلو يمكن يكون فيه بعض المصاريف او يمكن انت تتلقى هدية معينة، خبر صار معقولة تستلمه او تطور ايجابي بفرحك. وبعتبر الانشط اليوم هو مولود شهر كانون الثاني يناير. منكمل مع برج الحوت. يعني الصفحة الجديدة، العنوان العريض الجديد اللي حابب تحطه لهالمرحلة اللي عمرها تقريبا 4 أسابيع، شو بدك تعمل فيها؟ الجو اليوم عند مولود برج الحوت يشجعه لحتى يدخل لحياته الشخصية شيء جديد، لحتى تودع الماضي يلي ما نفعك، لحتى تستقبل شيء جديد. بتقعد تفكر بينك بين حالك وتوصل لنتيجة. وبعتبر 8 9 و 10 أدار مارس الأكثر حظا. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم ما هيدا انهار هيدي سنة معقولة تحمل لك شغل جديد، نقلة نوعية بحياتك الاجتماعية أو حتى المهنية والشخصية ولربما العائلية. هيدي سنة كتير مهمة بالرغم من بعض الضغوط يلي بتعيشها خلال فترات. أما أفضل الأشهر فهني حزيران يونيو أكتوبر وشباط فبراير. هاي كانت الأبراج، بتمنى لكم نهار كتير حلو. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. أنا كمان بضم صوتي لكارمن بأنه نتمنى هالنهار هيدا يكون حلو على الجميع. بريك صغير مع بداية عالم الصباح لليوم، ومن بعدها منتابع فقراتنا مع هادية وعلى الموضة.